بالتأكيد هناك أمنيات كثيرة جدا للمصريين في جميع أنحاء المحروسة، ويمكن المسؤولين هم اللي عليهم الحمل الأكبر في تحقيق هذه الأماني خاصة اللي بتخص الدولة المصرية. عشان كده جولتنا النهاردة في محافظة الإسكندرية، ولقانا مع معالي الوزير محمد الشريف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. برحب بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك. أهلا بيكم وسعداء بوجودكم معنا في مدينة الإسكندرية الجميلة. أهلا بيك يا فندم. ساعات قليلة جدا إن شاء الله يا فندم ويهل علينا العام الجديد. بشكل شخصي لو محمد الشريف يتمنى ايه لمصر ويتمنى ايه لمحافظة اسكندرية تحديدا؟ خليني في البداية اقول كل عام وشعب مصر كله بخير، وشعب اسكندرية خاصة بخير وامن وسلام ومحبة. النهاردة بقى في بداية العام الجديد بنقول شعب اسكندرية يعني خلينا نفخر بمدينتنا العظيمة، مدينتنا الباسلة، مدينتنا الجميلة صيفا وشتاء. النهاردة يوم من أيام الشتاء وزي ما انت شايف الجو جميل جدا. كان عندنا أمطار غزيرة بالأمس وأول أمس، والحمد لله كل شوارع اسكندرية كانت بسلام وأمان نتيجة المشروعات اللي بنعمل فيها حاليا، استراتيجية الأمطار المتكاملة اللي بيتابعها فخامة الرئيس شخصيا اللي بتستوعب كميات كبيرة. احنا لسه بنكمل، احنا يدوب في المرحلة الاولى، في 6 مشروعات من المرحلة الاولى، عندنا مشاريع اخرى قادمة. نتمنى الاسكندرية في البداية انها تكون بخير، نتمنى انها تعود عروس البحر الابيض المتوسط، نتمنى ان تعود ليها اشراقتها صيفا وشتاء، نتمنى زيادة اعداد المصطافين والاجانب اللي بيزورونا في فترة الشتاء، زيادة اعداد المصطافين في فصول الصيف. نتمنى ان نكمل الاعمال الجارية اللي احنا شغالين فيها، اعمال قومية كبرى. ومش عاوز اذكر احنا بداية شايف مشروع محور ابو زكري واللي تم فيه ايه، محور المحمودية ايه، مشارف مدينة مشارف 80,000 وحدة سكنية لاهل اسكندرية البسطاء عند مدخل عبد القادر على الطريق الصحراوي، موقع متميز قد ايه. استراتيجية متكاملة لادارة مياه الامطار، هنستمر نعمل في هذا المشروع لعدة سنوات، احنا يدوب احنا في السنة الثانية. كل المشاريع الضخمة دي ان احنا نرجع عروس البحر الابيض المتوسط الى جمالها السابق، عشان نقول ان احنا اقدم سكندريات العالم. عندنا 54 اسكندرية على مستوى العالم، احنا اقدم السكندريات العالم، احنا اقدم شارع في تاريخ البشرية لا زال يعمل حتى الان وهو شارع النبي دانيال. تعال نشوف المتحف اليوناني الروماني اللي افتتحه دولة رئيس الوزراء وكان امر به فخامة الرئيس، ونشوف كم الاجانب اللي موجودة هناك وكم الرحلات الجامعية اللي هناك. كل ده احنا بنحاول نعود بعروس البحر الابيض المتوسط كما كانت، رغم العدد الكبير جدا من السكان الذي يقيم في اسكندرية. احنا 5.5 مليون نسمة وعندنا 2 مليون نسمة مقيمين هنا السنين كلها او الوقت كله، فاحنا 7.5 مليون نسمة على مساحة صغيرة جدا، لكن اديك زي ما انت شايف الحمد لله الناس كلها مستمتعة بالجو الرائع اللي احنا فيه.